في بداياتي كانت بال 2008، كانت بدايات متواضعه، شيء بعد شيء يعني بديت اوصل بس مو بالصوره المطلوبه، بس من اجيت للبرنامج منشد العراق لا وصلت بصوره صحيحه. والله بالنسبه للجنه بصوره عامه من خلال تعليقاتهم او نصائحهم الي ضافت هواي شغلات، وخصوص ملا مهدي العبودي اللي كانت بالجروب هواي يعطينا شغلات انا اطبقها، يعني يوجهنا على شغلات اطبقها، فكلش استفادت من عده. واكثر شيء تاثرت على محمد الفرطوسي لان هو بقى وياي، وهنا بقينا سوا بالقناه وننام ونقعد ونمشي ونحضر سوا، فمن طلع تاثرت وضجت عليه. تعلمنا من اللجنه ومن اساتذتنا هواي شغلات، فما نوقف ان شاء الله. بداياتي بالخامس او السادس ابتدائي اول منبر صعدت هو والدي اللي صعدني الله يرحمه، وبعد ما توفى الف الحمد لله والشكر ظليت على نفس النهج، يعني ما تغير طريقي. الملا مالك الاسد اضافه كلش كبيره ونقطه كلش مهمه بحياتنا، من الحان، من مقامات، من اختيار، من ملبس، تغيير المظهر، اضافه كلش كبيره. طبعا صاحب المواقف الطريفه الاكبر بالبرنامج كله الملا حمزه المحمداوي. حمزه كل ما نجي نحكيها واحنا نحكيها بنص السالفه يعرفنا ويروح ما يجاوبنا. موقف ألمني وأذاني كلش خروج علي الطفيلي، كنا بالمواجهة سوا وألمني كلش الموضوع. الصراحة أنا شخصيا ما متوقع، بس ثقة العالم والجمهور اللي جاي يشجعني واللي جاي يدعمني بكل قوته ماديا ومعنويا وإعلاميا هو اللي خلى عندي توقعات انه اوصل لهاي المرحلة. مجرد انتهاء البرنامج هي هاي نقطة البداية للمشوار اللي جاي. المتسابق حمزة المحمداوي من محافظة بغداد. قبل دخولي للمسابقة كنت أنا أقرأ مجالس على مستوى المهرجانات، طالع على مستوى الاحتفاليات الدينية، كان ما حد يدعمنا، إنه ما حد يكتشف أصواتنا. بس بفضل قناة الطليعة ردت أصير بداية انطلاقتي، يعني ما ترددت بالمشاركة. بالنسبة للمرحلة الأولى، المرحلة الأولى أول ما دخلت كان شوية الخوف متغلب علي، الارتباك، فما أديت زين، والحمد لله والشكر رغم الخوف والارتباك يعني قدرت أخفي 3 خطوط وصعدت للمرحلة الثانية. موقف طريف بالمرحلة اللي فاتت، أنا وخضر والمنشد محمد الحميداوي رحنا اكو اسواق مقابل استوديو القناه، دخلنا للاسواق فمحمد يعني جابه دشداشتك خضر، دشداشتك حمزه، ما ادري شنو بالشقه. فاول ما طلعنا اكو يعني ابو الاسواق مسوي دتشه يعني شلون المزليقه، فاول ما طلع محمد راح نام. قلت لها محمد قال عمتهم شورتوا بيه. الحمد لله والشكر من شاركت بهذا البرنامج انه اسمه وصل، العالم عرفتني، العالم حبتني، وصل صوتي من خلال شاشة قناة الطليعة، وانا اشكرهم جدا على هاي المبادرة الحلوة.